قصة حب كبيرة بيني وبين مصر. روجينا نجمة حفل راغب علامة والشاب خالد في مصر. مصر في قلبي أنا. يا أخويا محبوب مصر في قلبي أنا. بالشكل ده عبر الشاب خالد عن محبته لمصر في أولى حفلاته فيها بعد غيابه عن الحفلات الجماهيرية بسبب كورونا. وخالد غنى أنجح أغاني والكل كان في انتظار يسمع سيلا في اللي صادف نزولها في اليوم ده من 9 سنين. وكمل الحفل راغب علامة اللي طلع على الجمهور بأغنية ليالينا القديمة. يعني قصة حب كبيرة بيني وبين مصر شعبا ودولة، واحنا تربينا في بيتنا من نحن وصغار مع اللبن اللي شربناه تربينا على حب مصر. والحفل ده حضروا أكتر من نجم من بينهم إدوارد وماجد المصري. راغب طبعا من أحب الناس لقلبي، نجم كبير، نجم عربي كبير طبعا. وعلى المستوى الشخصي احنا طبعا اصدقاء، يعني شاب خالد انا اول مره في حياتي اشوفه واحضر له حفله، فانا كمان متحمس قوي ان انا اتفرج على المزيكا بتاعته. اما روجينا فمن حماسها الاغاني راغب طلعت وراصد معاه على اغنيه انا اسمي حبيبك. وطبعا رقصة عفوية زي دي كانت حديث الصحافة والسوشيال ميديا. والحفل ده كان من تنظيم وليد منصور. المشكلة انه ده كله حصل في 13 او 14 يوم بس، فهو ده كان الريسك، بس الحمد لله الناس جاية وانتوا شايفين الناس كلها مبسوطة.